لقب بالشيخ الرئيس والمعلم الثالث بعد أرسطو والفارابي، كما عرف بأمير الأطباء وأرسطو الإسلام، فكان سابقاً لعصره في شتى المجالات الفكرية، فكان عالماً وفيلسوفاً وطبيباً وشاعراً. حظي كتابه في الطب بشهرة واسعة في أوروبا، حتى قيل عنه أنه كان الإنجيل الطبي لأطول فترة من الزمن، وكان دائماً يقول: الوهم نصف الداء، والاطمئنان نصف الدواء، والصبر أول خطوات الشفاء. لم يصرف اشتغاله بالعلم عن المشاركة في الحياة العامة، فقد تعايش مع مشكلات مجتمعه وتفاعل مع ما يموج به من اتجاهات فكرية، حتى أنه شارك في صنع نهضته العلمية والحضارية. إنه العالم المسلم الشهير أبو علي الحسين بن عبد الله بن الحسن بن علي بن سينا. اشتهر ابن سينا بالطب والفلسفة واشتغل بهما. ولد في قرية أفنشل الفارسية قرب بخارى في أوزبكستان حاليا، من أب من مدينة بلخ أفغانستان حاليا، وأم قروية سنة 370 هجرية. نشأ ابن سينا تنشئة علمية ودينية، فحفظ القرآن ودرس علوم عصره، حتى إذا بلغ 20 من عمره توفي والده، فرحل إلى جرجان وأقام بها مدة، وألف كتابه القانون في الطب، ولكنه ما لبث أن رحل إلى همذان، فحقق شهرة كبيرة حتى صار وزيرا للأمير شمس الدين البويهي. إلا أنه لم يطل به المقام بها إذ رحل إلى أصفهان، فحظي برعاية أميرها علاء الدولة. كان لابن سينا ريادات في العديد من العلوم والفنون، ففي مجال علم الفلك استطاع أن يرصد مرور كوكب الزهرة عبر دائرة قرص الشمس بالعين المجردة، وهو ما أقره الفلكي الإنجليزي جير ميروكس في القرن 17. وفي علم طبقات الأرض الجيولوجيا يرى أنها تكونت من طين لزج خصب على طول الزمان، وتحجر في مدد لا تحصى من الزمن. وكان يرى أيضا أن الأرض كانت في سالف الأيام مغمورة في البحار، وكتب عن السحب وكيفية تكونها، فيذكر أنها تولد من الأبخرة الرطبة إذا تصعدت الحرارة فوافقت الطبقة الباردة من الهواء، فجوهر السحاب بخاري متكاثف طاف الهواء، فالبخار مادة السحب والمطر والثلج والطل والجليد والصقيع، وكلها حقائق علمية لم يثبتها العلم الحديث إلا بعد وفاة ابن سينا بأكثر من 900 عام. أما في مجال الفيزياء فقد كان ابن سينا من أوائل العلماء المسلمين الذين مهدوا لعلم الديناميكا الحديثة بدراستهم في الحركة وموضع الميل القسري والميل المعاون، وإليه يرجع الفضل في وضع القانون الأول للحركة، وقد سبق إسحاق نيوتن بأكثر من 6 قرون، وغاليليو بأكثر من 5 قرون، وليوناردو دافنشي بأكثر من 4 قرون، مما يستحق معه أن ينسب إليه ذلك القانون الذي كان له فضل السبق إليه، قانون ابن سينا للحركة والسكون. وابتكر ابن سينا آلة استطاع من خلالها أن يلاحظ بدقة الفرق بين سرعتي الضوء والصوت، وهو ما توصل إليه إسحاق نيوتن بعد أكثر من 600 سنة، وكانت له نظرياته في ميكانيكية الحركة التي توصل إليها جان بيردان في القرن 14. كما أسهم ابن سينا بالعديد من المؤلفات في الطب والفلسفة والموسيقى، منها في الطب كتاب القانون الذي ترجم وطبع عدة مرات، والذي ظل يدرس في جامعات أوروبا حتى أواخر القرن 19. تميزت آراء ونظريات ابن سينا بالمسحة العقلية، وانعكس ذلك على أفكاره ومؤلفاته، فلم يكن ابن سينا يتقيد بكل ما وصل إليه ممن سبقوه من نظريات، وإنما كان ينظر إليها ناقداً ومحللاً ويعرضها على عقله وتفكيره، وكان يقول: إن الفلاسفة يخطئون ويصيبون كسائر الناس، وهم ليسوا معصومين عن الخطأ، ولذلك حارب التنجيم وبعض الأفكار السائدة في عصره في بعض نواحي الكيمياء، وخالف معاصريه ومن تقدموا عليه الذين قالوا بإمكان تحويل بعض المواد إلى الذهب والفضة، وفسر ذلك بأن لكل عصر منها تركيبه الخاص الذي لا يمكن تغييره بطرق التحويل المعروفة. كان لابن سينا معرفة جيدة بالأدوية وفعاليتها، وقد صنف الأدوية في 6 مجموعات، وبخاصة كتابه القانون الذي كان له أثر عظيم وقيمة علمية كبيرة بين علماء الطب والصيدلة،
وبلغ عدد الأدوية التي وصفها في كتابه نحو 760 عقار. لقب ابن سينا بأمير الأطباء، فكان يعالج مرضاه بالمجان، بل إنه كثيراً ما كان يقدم لهم الدواء الذي يعده بنفسه. وكان ابن سينا سابقاً لعصره في كثير من ملاحظاته الطبية الدقيقة، فقد درس الاضطرابات العصبية والعوامل النفسية والعقلية كالخوف والحزن والقلق والفرح وغيرها، وأشار إلى أن لها تأثيراً كبيراً في أعضاء الجسم ووظائفه، كما استطاع معرفة بعض الحقائق النفسية والمرضية عن طريق التحليل النفسي. وفي علم الجراحة كان ابن سينا جراحاً بارعاً، فقد قام بعمليات جراحية ودقيقة للغاية، مثل استئصال الأورام السرطانية في مراحلها الأولى، وشق الحنجرة والقصبة الهوائية، واستئصال الخراج من الغشاء البلوري بالرئة، وعالج البواسير بطريقة الربط، ووصف بدقة حالات النواسير البولية، كما توصل إلى طريقة مبتكرة لعلاج الناسور الشرجي التي لا تزال تستخدم حتى الآن، وتعرض لحصات الكلى وشرح كيفية استخراجها والمحاذير التي يجب مراعاتها. أصاب جسده المرض واعتل، حتى قيل إنه كان يمرض أسبوعاً ويشفى أسبوعاً، وأكثر من تناول الأدوية، ولكن مرضه اشتد، وعلم أنه لا فائدة من العلاج، فأهمل نفسه وقال: إن المدبر الذي في بدء عجز عن تدبير بدنه فلا تنفعن المعالجة. واغتسل وتاب وتصدق بما لديه من مال للفقراء، وأعتق غلمانه طلباً للمغفرة، ليتوفى في يونيو 1037 ميلادية، الموافق لشهر رمضان المبارك، في سن 58 من عمره. ألف ابن سينا 276 كتاب، كلها كتبت باللغة العربية باستثناء بضع مؤلفات صغيرة كتبها بلغته الأم الفارسية، إلا أنه وللأسف فقدت أكثر هذه المؤلفات ولم تصل إلينا، ويوجد حالياً 68 مؤلفاً منتشراً بين مكتبات الشرق والغرب، ولا تزال صورة ابن سينا تزين كبرى قاعات كلية الطب بجامعة باريس حتى الآن، تقديراً لعلمه واعترافاً بفضله وسبقه. وعلى مر العصور حظي ابن سينا بتقدير واحترام العلماء والباحثين.